حاب نعيش كلمتين حركة الشعب الجزائري. الشاب يدعى رضا كشرود يعاني من حالة صحية صعبة من 10 سنوات، وهي القصور الكلوي اللي يجبره دورياً على حضور جلسات تصفية الكلى. ووصل وضعه الصحي إلى حالة حرجة تستدعي تدخل جراحي لزرع كلى إله. حييت خاوتي، والله خاوتي الوقت ما وش فيه صالحي، ماشي اللي أنا رايح نستنى خلاص 10 سنين خلاص. قلبي كون جبت لي راديو، اليوم درت لي راديو قلبي هو منفخ، هاولي كل ما نبرونشي يقبضني طاكي كاردياكي واللي دوسون كاتروفا. وظهر رضا بمقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصة تيك توك، ناشد فيها الناس المساعدته وقال راني حاب نعيش. وقال رضا انه ما بقى له وقت، ولما يروح الحصص تصفية الكلى تبقى أمه تنتظره إذا كان راح يرجع هاي المرة أو لا. وانتشرت مقاطع أيضاً لسكان الحي اللي يعيش بيه رضا، أكدوا فيها أنه ما عاش طفولته مثل غيره، وما قدر يواصل دراسته ولا كان يقدر يمارس الرياضة أو يسافر أو حتى يتنقل. وانتشر مقطع رضا على نطاق واسع جداً، وتفاعل مع العديد من الناس وتعاطفوا مع حالته الصحية، وحتى ممثلين جزائريين ومؤثرين حاول العديد منهم المساعدة والمساهمة باللي يقدرون عليه لإنقاذ حياته، مثل الممثل والمغني مستر أب اللي صور فيديو يطلب فيه رقم الشاب مساعدته، والمؤثر حسام وهراني اللي نشر فيديو إله والعدد من سكان الحي لتوجيه نداء آخر للمحسنين، مؤكداً أنه حالة رضا يجب أن تكون أولوية بين المؤثرين وصناع الرأي لإبلاغها للمحسنين أو الراغبين في مساعدته. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع مقطع رضا مع الدعاء له بالشفاء العاجل وتسهيل أموره، مثل مستخدم علق وقال يا أخويا أنا خدام جورني عند الناس، كنت جات بيدي وراه ورزقني ربي بالدراهم نقسم لك، برب يكون عاونتك، الله غالب بصح إن شاء الله يسخر لك ربي ناس اللي كرمهم بالمال إن شاء الله يعاونوك يا ربي. بينما حمزة علق وقال اللهم كما أنزلت من السماء ماء فأحييت به الأرض بعد موتها أنزل عليه شفاءك، وكما رفعت السماء بغير أعمدة ارفع عنه البلاء والمرض واشفي مرضانا ومرضى المسلمين وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. محمد قال هو يا ربي يرزق لك الشفاء، ونتمنى من الشعب الجزائري يتضامن معه ويعاونه يا خاوتي اليوم عنده غدوة. وميمي قالت ربي يشافيك يا رب في أقرب الوقت، وربي والشعب الجزائري ما راحش يخليك. يحتاج الشاب رضا سفر للخارج والعلاج بتصفية الدم لمدة أقلها 3 أشهر عمود يسجل بقائمة المحتاجين لزرع الكلى. والأزمة هي أنه الشاب ما قدر يعثر على متبرع في الجزائر، وهذا سبب حاجته للسفر خارج الوطن.